صراحة بعد موت طارق وبعد فترة طويلة من الوحدة، كل حاجة بتحصل في حياتي من غير طارق بالنسبة لي ملهاش أي قيمة. قابلت آدم الحب القديم. أنت لازم تعرفي إن أنا كل يوم بقعد أسأل نفسي هو فعلاً فرح وافقت ترجع لي تاني؟ بحبك يا آدم. لكن الحلو ما يكملش دايماً. أنا حاسس إن أنا لسه عندي مشاعر ناحيتك. يا عيني عليك يا شادي. بمناسبة المسلسلات العربي، أنا وديدة قررنا نتجوز تاني. أنا مش فاهم إيه المشكلة إن فرح تقابل بيم بيم دم دم. والله يا بنتي لو مش عايز الباب يفوت جنبك. أدري عرض عليا الجواز. إيه؟ وبمناسبة الجد بره. كل ما بعرفك أكتر بحبك أكتر. مش قادرة أصدق إن أنا كنت بحب واحد زي ده أصلا. هذا برومو الجزء الرابع من مسلسل أنيسة فرح اللي بينطلق يوم الأحد على MBC4 واللي حصد نسبة مشاهدة كبيرة بأجزائه الثلاثة الأولى. ونحن سبق وخبرناكم عن الشخصيات الرئيسية فيه، من بيناتهم شخصية طارق حبيبة لفرح، وبعدين بيتجوزوه اللي بيجسد دوره محمد الكيلاني. وفي أحداث الجزء الثالث طارق بيتضرب بالنار وبينتهي الجزء ده، ومعرفناش من بعدها إيه اللي حصل لطارق، هل مات ولا لأ. وأنا كمان لما قابلت كيلاني سألته عن مصير شخصيته في العمل، بس في الأول حكالي قد إيه هو كان مشتاق للتصوير ومتغاظ جداً إنه مش موجود مع فريق العمل اللي كانوا بيصوروا بقالهم فترة. أهلاً أهلاً، عارفين الناس دي؟ إيه اللي حصل؟ تعالوا مع بعض نفتكر. أنا وحشني جداً التصوير في أنيسة فرح، يعني هم دلوقتي بيصوروا وانا مش موجود معاهم، بتفرج على الحاجات على الكواليس واتغاظ جدا وبتاع. عارفه انت لما نقعد نشتغل مع ناس كتير فبقيتوا عيله، فبقينا عيله وبقينا فاهمين بعض قوي. كل ما بنبقى فاهمين بعض اكتر كل ما بيبقى الشغل قدام الكاميرا ممتع اكتر. عينيا. وتتاكد ان هم كتبوا اسم فريد صح. ما خلاص بقى يا فرح. والجمهور كمان مشتاق لطارق، الشخصيه اللي بيلعبها محمد في الأنسة فرح، وعنده تساؤلات حول مصير الشخصيه من بعد ما توفت في الجزء الثالث. اطلب الاسعاف بسرعه بسرعه. طارق فين بجد؟ ايه طارق؟ بمنتهى الامانه. ايوه طارق جزء مهم جدا في الأنسة فرح، زيه زي فرح، زيه زي شادي بالظبط، لانها بطوله جماعيه بينكم، زيه زي ماجده، زيه زي قبطان تامر فرج. اي واحد منهم كان هيبقى مش موجود كانت الدنيا هتتقلب كده، عشان بس نبقى واضحين. ماشي، بس احنا كنا حابينك قوي طارق. ماشي. بس الفكره في ان طارق كان بيلعب دور الولد اللي حابب حبيبته بطريقة مبالغ فيها جدا، وكان بيحاول يعملها كل هي عايزة، وإحنا محرومين من ده. إحنا ما بنشوفش ده يا طارق. الله. حافظ تفاصيلها جدا، عارف هي بتعمل إيه، ساعات بتعمل غلطات كبيرة قوي بيبقى متفاهمة، عشان هو دايما كان يقول أنا اللي مربيها، أنا اللي عارفها كويس، أنا مش عارف إيه. فده دايما كان هياخد شوية سبورت من الأودينس يعني زيادة عن اللزوم. ستة غيران شادية وحدان. والدعم الكبير من قبل الجمهور أثر على نفسية محمد. طارق لما مات أنا نفسيا اكتئبت. طبيعي. الناس اللي بتبعت لي والحاجات، أنا كان بيبعت لي، بس أنا بعت لي كم فويس نوتس على السوشيال ميديا، ناس بتعيط بجد. أيوة إحنا توجعنا معاك. أنا مش بهزر. مش بعمل كده، بس قررت إن أرد على الناس أقول لهم يا جماعة أنا عايش، يعني أنا كويس الحمد لله ما تقلقوش. بس اللي هيحصل بقى في الأنسة فرح. أيوة. من ناحية طارق. أيوة. معرفش انت تفتكري ايه؟ معرفش تفتكري المنتجين هيسيبوا طارق ميت؟ لا اكيد في رجوع. اصل بص لو ما كانش فيه كنت هتقول لا. possible. راجع يا جماعه. استنوا طارق يا جماعه. بيتهيألي ان ممكن هتبقى فيه فلاش باكس، ممكن يبقى فيه يعني مش عارف. ولكن اللي احنا عارفينه ان محمد بيحضر لمسلسل جديد وهيقدم مفاجاه فيه. في مسلسل هبقى فيه ضيف شرف مع استاذ حسام علي، وده من الناس اللي كان نفسي اشتغل معاها. يعني المسلسل ده هيبقى فيه اغنيه حلوه قوي. راجعين تاني نغني في المسلسل. حلو حبيت. طب هنعرف حاجه عنها ولا مفيش؟ يعني ما تبقيش طماعه. قولها قادر اقولها يعني.